السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي مشتركي قناتنا، تحية لكم تحية كامل الناس اللي مشوفوا فينا، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. رجعنا لكم في فيديو آخر دائما مع مباريات لاعبين المحترفين وأيضا قنوات الناقلة لمباريات محترفينا. نبدأ البرنامج كما تشوفوا الصورة. اليوم رانا السبت 19 ديسمبر 2020 على الساعة الثالثة، ليغ دو الفرنسية، نادي تولوز يستقبل لو هافر اللي تواجد مع لاعبين جزائريين فيكتور لكحل وايضا العبد اللي. مقابله منقوله على قناه بين سبورتس ثلاثه الناطقه باللغه الفرنسيه على قمر استرا او الهوتبول. على الساعه الرابعه البريمير ليج، نادي ساوثهامبتون يستقبل مانشستر سيتي يتواجد مع اللاعب رياض محرز. مقابله منقوله على قناه بين سبورتس واحد وبين سبورتس ثلاثه الناطقتين باللغه العربيه. على الساعه الرابعه والربع لا ليغا الاسبانيه، نادي فالونس يستقبل نادي برشلونة يستقبل فالونس. المقابلة منقولة على قناة الكاس وان القطرية المفتوحة على النصات، أيضا على قناة بين سبورتس واحد الناطقة باللغة العربية على قمر النصات. على الساعة الخامسة ليغ أ إيبريس، دوري فرنسي الدرجة الأولى، نادي ماتس يتواجد مع لاعبين جزائريين أوكيجا وأيضا بولحية يستقبل لونس. مقابلة منقولة على قناة بين سبورتس الناطقة باللغة العربية على قمر النصات، في نفس الوقت منقولة على قناة تليفوت الفرنسية متواجدة على قمر أسترا ولودبرد. على الساعة السابعة ليغانوس البطولة البرتغالية، نادي طونديلا اللي يتواجد مع اللاعب مديوب وخاسف يستقبل مورانينسي. مقابلة منقولة على قناة سبورت تي في واحد البرتغالي متواجدة على قمر لودبرد. على الساعة التاسعة إلا ربع الكاف شامبيونز ليغ، الشامبيونز ليغ الإفريقية، نادي مولودية الجزائر يستقبل نادي بيفلز من البنين. وآخر مقابلة على الساعة التاسعة ليغ أ إيبر إيتس، الدوري الفرنسي، نادي لوجيسينيس اللي يتواجد مع اللاعب عطال وبوداوي يستقبل نادي ليون يتواجد مع اللاعب جمال بن عمري. المقابلة منقولة على قناة بين سبورتس الناطقة باللغة العربية على قمر النصات، في نفس الوقت منقولة على قناة كانال بلوس الفرنسية المتواجدة على قمر أسترا والهوتبيرت.